في سفرة تطوعية لإندونيسيا تقريبا شهر، مرة واحدة ليلة من الليالي ساعة 2 في الليل قحص منه دام ما عندي شيء، افتح الدفتر واكتب سيناريو حق فيلم. كنت وايد متحمس حق تطبيق الفيلم، يعني بعد ما خلصت السيناريو على طول اتصلت في تيارة، قلت لها تيارة عندي فكرة فيلم وبطبقها بأسرع وقت. قالت لي خلاص أنا معك. فقلت لها مثلا أحتاج هلقد لوكيشنات، هلقد ممثلين، وهلقد أغراض. بنفس اليوم الساعة 7 الصبح قلت لها الساعة 11 احنا قاعد نصور. طبعا التصوير في اندونيسيا كان كله يوم واحد، من كتابة السيناريو الى تصوير كامل. خلصنا المشاهد، كل شيء كان واضح وحلو ومرتب، الحمد لله الله وايد وفقني. باقي التصوير في البحرين، رجعت البحرين صورت المشاهد. باي باي باي. قصدت هاي الحركة الإخراجية بالذات ان الكاميرا تكون من صدر الخدامة عشان احنا نشوف الحياة من منظور الخدامة، بالضبط شنو هي تسوي، وين تروح، وليش، وكل هاي الاشياء. اخترت هالحركة لسببين، لانه ما كان عندي كاميرا غير الجوبرو كانت عندي معي في اندونيسيا، والسبب الثاني ما كنت اقدر اسفر الممثلة معاي للبحر. ابو قلت له جنبي حار؟ حار؟ ليش حار؟ حار؟ انا قلت له جنبي حار؟ حار؟ ليش حار؟ يوم خلصت مونتاج الفيلم كان باقي بس جانب الموسيقى، وانا صراحة مو وايد زين في الموسيقى، فطرشت الفيديو حق صديقي الفنان الاماراتي سيف بن فاضل، استانست لما قال لي عمر خلي الموسيقى عليه. فيلم خدامة رسالة للمجتمع، أتمنى وصلت.